يوم شرفنا صديقنا ومتابعنا وسام الوحش الكاسر بام دبليو اكس 740 ام تكنيك 2022 حلو ومميز وثيرد رو كملوا هالبيت لانه ام تكنيك باكج. نعم هيك بيكون شكل التومبوني سنسر امامي رادار فانكشن بيدور فريم لحاله عنده الزوم واكيد لين اسيست له هيدا الجريل اللي بيفتح مجرد ما دورنا السياره الجونت بنكهه الام تكنيك. المرايه بتفتح الكهرباء بقلبها بلايند سبوت واكيد الكاميرا كرمال 360 نعم ابواب وشفر ام الازاز جلوسي بلاك بيفتحوا بدور على البصمه شباب شي من عالم الخيال. شوفوا ستوبات اللاد نعم غطى الصندوق كهرباء سنسور كاميرا على الاريير ومثل ما اتفقنا اس يو في 7 سيت يلا صندوق بتاعك. الطبقتين على الكهرباء الفوقانيه والتحتانيه وبالنسبه لهدول الكبسات فهن اللي حتى نتحكم بالثيرد رو السيتس الخلفيات نقدر ننزلهم على الكهرباء ونعليهم اذا بدنا نستفيد من الاكسترا سبيس او السيتس الخلفيات حجمهم كثير مميز ونقدر نستعمل كاب هولدر بالسيت بيلت داخليه سوداء درزي بيضاء تيتانيوم. ركزوا معي على البرادي الكهرباء اللي بالبواب كابتن سيت. نعم يا افخم متابعين دبل اي سي دبل هيت سيت شوفوا هالبيلوز يا عين على السقف الالكنتارا واكيد بانورامي وعنوان الفخامه لنتحكم ببرديه الباب وبرديه السقف. نعم لوحه المفاتيح بنلاقيها بالبواب الكارو وسبورت باكج الستيرنج ويل مالتي فانكشن منكه بالام شوفوا الشفترز شوفوا تابلو ديجيتال حولنا على سبور بلس للون الاحمر كبسه السعاده نعم موجوده من يا عين كان حبه الماس بدل الكاميرا عندنا اربعه وين باور تيوب اللي بيعرف كم حصان يشرب كيف بنطلع بنشوف علامه الام شباب مين ما طلبوا صانع الماني بفخامه الاكس 7 يترك كل شيء ويتواصل مع صديقنا ومتابعنا وسام ومثل ما دائما نقول الله يبعث دربات ويهني صاحب النصيب صوره ورقمه لوسام عندنا على الويب سايت ركين موتورز دوت كوم.